بشارك في الجبهة دي لأن أنا أم مصرية بمثل أمهات كتيرة جدا في الشعب، حاسة أن مفيش حد بيمثلني من اللي موجودين على الساحة كلها، صراع سياسي ما بيمثلش الشعب الحقيقي، فأنا قررت أن أنا أشارك في جبهة بتمثل ضمير مصر فعلا، ضمير الوطني بنعبر عنه. لا أنا مش هتطرق لجبهات موجودة قائمة، أنا بقول بس أن أنا جزء من الشعب اللي فعلا حاسس أن مفيش حد بيمثله، فإحنا عايزين نكون إحنا صوت الضمير بتاع مصر الحقيقي اللي بيحاول يخلي البلد دي تقوم من جديد. وزي ما احنا قلنا في الكلمة بتاعتنا، اي حد بيعمل خطأ احنا هنحاول ان احنا نقف ضده سواء كان في السلطة او غير السلطة، واي حد بيبني وبيشتغل مظبوط احنا هنعينه ونمدلنا ايده ان شاء الله، نمدله ايدنا. لا احنا مش هنحشد المليونيات لان بلد محتاجة استقرار، واحنا عارفين ان في ناس بتستغل هذه المليونيات، احنا مش بنقول هم مين ولا احنا نعرف هم مين حاليا، لكن احنا بنقول ان احنا عايزين الناس تستقر تهدأ تدينا الفرصة، تدي البلد فرصة للبناء والترابط مرة اخرى. اللي بيحصل ده مش اخلاقنا ومش اسلوبنا كمصريين ابدا، كلنا نرفضه اكيد. لا الجبهة مش كلها نفس الاتجاه ولا حاجة، احنا من اطياف مختلفة ومن فئات مختلفة، واحنا فعلا بنمثل الشعب كله. زي ما قال الدكتور محمد محسوب الاستاذ حاتم عزام ان في ناس كانت بتتواصل معانا لكن هي رافضه الظهور الاعلامي او انها تعلن عن نفسها، فاحنا بنعبر عن الشعب. انا بصر ان انا اقول ان احنا بنعبر عن الشعب المصري فقط، ملناش اي اتجاهات، ملناش اي رغبات معينه، احنا هنقف علشان الشعب اللي محتار بين كل الاحزاب والجبهات اللي موجوده على الساحه.